مع الوزير. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. زي ما بنقول يعني ده تقليد جميل ولفتة رائعة، الفكرة جت ازاي؟ والله حضرتك دي مناهج المرحلة الثانوية، ده كتاب الانجليزي بتاع المرحلة الثانوية. احنا بنطور المناهج على فترات متقاربة، فيعني قررنا في الصيف ده ان احنا الولاد محتاجين قدوة الحقيقة في هذا الزمن، يمكن قريبة ليهم في السن أو حتى من الكبار، بس قدوة نحاول نلفت نظرهم للأشياء المهمة. يعني زي ما حضرتك شرحت كده، الناس دي اختيارها يا إما نوابغ في العلوم، نوابغ في الرياضة. بنحاول نقول لهم اللي شاطر في أي حاجة بيعملها أو بيتقنها وبيحط فيها الجهد لازم هيوصل لنتيجة. القصة مش مجرد مجموع وهندسة وطب وكلية القمة، لأ، في الرياضة حاجة مهمة جدا، العلوم حاجة مهمة جدا، كل واحد يجد موهبته وينبغ فيها، ده كل اللي احنا عاوزينه. فاخترنا نماذج مشرفة يمكن تثير عند البعض يعني انه يقلدهم او يحاول يبقى زيهم، فمن هنا جاءت الفكرة، يعني وجود استحداث قدوة طيبة للولاد. واختيار هؤلاء برضو تم يعني مش من فراغ. لا يعني دي حاجة حديثة جدا، الأولمبياد كان لسه من أسابيع قليلة، وبالتالي بسرعة قررنا إن إحنا يعني نستخدم الزخم المحيط بأبطالنا في الأولمبياد ونلفت النظر ليهم أكتر، منه نكرمهم ومنه نقول الشباب الصغير إن في قدوة ممكن الاهتداء بيها يعني. وكمان يا معالي الوزير، فكرة الاقتداء أو تكريم، خلينا نقول يعني أبطال عايشين على يعني على قيد الحياة وشباب. شباب وقدامهم الطريق لسه مفتوح لبطولات أكتر وإنجازات أكتر، فهي صورة تدعو للأمل وتدعو للحماس لمن صحيح. يهتم بيها. وكتاب نفسه اتطور كتير، ده غير كتب بقى المرحلة الابتدائية يعني فيها ما انا برضه كنت عايز تطوير اسال، كبير قوي. هل في دفعه تانية من يعني الامثله والنماذج دي اللي هي بنتخذها ده قدوه؟ مجرد دي مجرد كتاب واحد يعني، احنا السنه دي في كتب جديده كتيره جدا نازله في الصف الرابع الابتدائي اللي هو وصل له قطار التطوير للمرحله الابتدائيه، ومواد جديده، وحطينا بعض اللمحات منها يعني بنحاول نفرح الناس انه بصوا يا جماعه في التعليم المصري تطور الى قدر كبير جدا، طبعا ده مشوار طويل. كمان مش ناسيين المرحله الثانويه، بنحاول نطور فيها قدر الامكان، فده جانب لمحه بسيطه قبل ما تبدا العام الدراسي، هنشوف اكتر من كده كتير فعلا.